طيب خليني أسألك على حاجة تكملة لسؤال ميرفت. كان بتتكلم على المساحة الضيقة والمساحة الواسعة. طيب أنا في كتير قوي ممكن يجيبوا الورد ويبقى عندهم الورد بس حاسين اللي هم لما بيحطوه في البيت بيضيق من المساحة. حضرتك قلتي ممكن نعلقه على الحيطة. طب في كمان مثلا لو أنا عايزة أعمل فاز مثلا فين المكان اللي تديني كأن الشقة ليها بعد؟ يعني أحس إزاي حتى لو أنا قاعدة في بيت صغير إزاي الورد أو الفاز ممكن يديني زي بعد كده أو أحس إن في حاجة بعيدة؟ تمام. لو انا مثلا هنتكلم ان انا داخله من باب الشقه يبقى باب الشقه انا باصه كده على اخر حيطه فيها دي اللي نحط فيها الفازه كبيره رفيعه ونحط فيها ورد افرع خضراء بافرع طويله دي بتدي مساحه وبتدي طول وبتدي ان في مساحه معايا زي زي نبات البامبو كده دي طويل ورفيع واخضر بالتالي دي بتبقى حلوه جدا في المساحات الصغيره بحيث وخصوصا الافرع الطويله صحيح. يعني الفاز تبقى مثلا قصيرة على الأرض كده والباقي كله أفرع طويلة الطول بيتحدد على حسب فرع النبات اللي عندنا لا ما احنا هنجيب لو صناعي مثلا أو ما هو صناعي ما أنا بفضل كمان في الديكور صناعي عشان يعيش معك أكتر عشان يعني احنا عايزين نوفر طب لو خلفية الفاز بالزرع اللي فيها لو خلفيتها مثلا مراية حياتك بتفضلي كده ده يدي وسع اكتر واللي داخل كده يحس بعمق اكتر طبعا صحيح. لو في خلفيه مرايه بتبقى بتدي عمق وبتبقى شكلها جميل جدا طبعا يعني الفاز والمرايه ده بيدينا افرع طويله والافرع طويله لاني حضرتك عارفه معظم الشقق او بيوتنا دلوقتي مساحات يعني مش واسعه قوي فده بيدي مساحه